يا صباح الفل عليكم وصباحكم زي الورد ومعاكم النهارده فاطمه بالي ولو اول مره تشوفوا قناتي ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه علشان يوصل لكم كل فيديوهاتي النهارده هنعمل بودنج الكاكاو الساخن حاجه كده بتدفي في الشتاء وناخد كده كوبايه حلوه بالليل بدون اي خوف من السعرات الحراريه لاني هنعملها بمكون حلو جدا المكونات بتاعتنا كوب حليب معلقه كبيره نشا معلقه كبيره كاكاو خام اسباني درج نص معلقه قرفه معلقه كبيره جوز الهند وكمان حسب الرغبه هنحط قهوه سريعه الذوبان حوالي ربع معلقه وكمان هنعملها بسكر شوجالس شوجالس جميل جدا وامن واهم حاجه انه خالي من الاسبرتين وخالي من المواد الحافظه وبدون سعرات حرارية ف... وكمان مفهوش سكرين فاحنا هناخد حاجة حلوة بدون ما نحس بأي ذنب الكيس بيعادل معلقتين سكر الكيس فيه واحد جرام لكننا بنحط معلقتين سكر بالظبط أول حاجة هاخد ربع كوباية من الحليب ودوب فيها كمية النشا بتاعتي ضروري ان احنا ندوب النشا على البارد علشان ما تكلكعش لما نحطها على النار هخلي الخليط ده على جنب وابتدي احط في الحله بتاعتي على النار بقيه كميه الحليب مع اضافه الكاكاو الخام الاسباني لازم يكون دارك بدون سكر وكمان ضفت القرفه قلبي الخليط كويس جدا لحد ما كل الكاكاو والقرفه تدوب في الحليب وهضيف كمان القهوة دي حسب الرغبة وكمان هضيف جوز الهند جوز الهند بيحسسك انك بتاكلي البودنج ببطء فده بيساعد على عملية الشبع بسرعة هنا هضيف اكياس شوجاليس حسب الرغبة شوفي انت بتحبي درجة التحلية ازاي شوجاليس الكيس بيعادل معلقتين فشوفي بقى انت عايزة تحطي كيسين ثلاثة احنا هنحط من الاكياس بتاعت شوجاليس بدون اي خوف لان ما اي سعرات حرارية فهتاكلي حاجة حلوة وكمان هيكون فيها كاكاو وانتوا عارفين الكاكاو او اي حاجة فيها شوكلت بتساعد على السعادة فاحنا عايزين ناكل حاجة حلوة وفي نفس الوقت ما نحسش بالذنب انا هنا مضاعفة المقدار عاملة كوبايتين حليب وكوب ومعلقتين نشا ومعلقتين كاكاو خام بدون اي سكر خالص فحطي السكر اللي يناسبك انا حطيت هنا حوالي ست اكياس على المقدار دوت قلبي بقى الخليط كويس جدا لحد ما يبتدي يطلع الفقاقيع ديت تعرفي ان الخليط استوى نبتدي بقى نحط له النشا انا هنزل بالنشا سرسوب وقلب ضروري جدا الخطوة دي مع ان احنا نوطي النار علشان ما يكلكعش ويلزق في قاع الحلة بصوا الفقاقيع دي خلاص كده اول ما بتغلي غلوتين ثلاثة بعرف ان الخليط بتاعي استوى آه في ناس كتير جدا ممكن تعمل اي بودنج وما تسويش النشا فيبقى طعم النشا باين ان هو خطوة مهمة ان احنا نسوي النشا وكمان عايزة أقول لكم إن شو جالس بيستحمل درجة الحرارة العالية فحطيه في المخبوزات بدون أي خوف كمان أنا ممكن أشيل النشا واشربه مشروب كاكاو صحي كده بدون أي سكر برضك بدون خوف يا سلام بقى لو ناخد المشروب ده بالليل يا سلام بقى بيعمل سعادة ملهاش حل يبقى احنا كده عملنا تحلية ناخدها في أي وقت بدون اي ذنب عشان احنا حاطين فيها شوجلس آه كمان ممكن نشيل النشا خالص يبقى مشروب كده بسكر شجلس وخدي واحده بالليل كده قبل ما تنامى بيعمل سعاده ملهاش حل آه كمان آه ممكن كمان نضيف فانيليا آه للتنكيه آه ممكن آه نزود القهوه ممكن بصي بقى اي فليفر تحبيه حطيه على البودنج بتاعك بصوا الجمال ناعم وجوز الهند بتخليه حلو جدا علشان بنبتدي ناكل الخليط ببطء فبندي اشاره للمخ ان احنا قعدنا وقت كتير جدا ناكل فبناخد كميه قليله وفي نفس الوقت خدنا الكميه اللي احنا عايزينها طريقته سهله وبسيطه جدا ويعني استعملي شوجالس بدون اي خوف امن جدا واحلى حاجه فيه ان ممكن نعمل بيه انواع كيكات كتير جدا آه، كمان آه، لمريض السكر حلو جدا انك تعملي آه، اكله حلوه وفي نفس الوقت بدون سكر. بدون سكر يعني كمان امن جدا لمريض السكر ودي كانت وصفتنا النهارده يا رب تكون عجبتكم واللي يعجبه الفيديو ما ينساش يعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه علشان يوصل لكم كل جديد بقدمه انا اتبسطت ان كنت معاكم يا رب اكون ضيفه خفيفه عليكم واسيبكم في رعايه الله كنت معاكم فاطمه ابو علي والسلام عليكم